مديرية الغيضة والتي جرفت مياه السيول 7 من أبنائها تعد واحدة من أكثر مناطق المحافظة تضرراً بتأثيرات الإعصار. فالأمطار الغزيرة التي هطلت عليها أدت إلى ارتفاع منسوب مياه السيول، ما تسبب في تشريد آلاف الأسر وهدم وجرف المئات من المنازل التي أصبحت اليوم أثراً بعد عين. هناك أضرار حصلت في محافظة المهرة جراء العاصفة المدارية الصعبة التي ضربت المحافظة خلال الأسبوع الماضي. هناك تضرر المئات من المنازل، وتم عملية إجلاء الأسر المتضررة في المناطق المنكوبة تقريبا في الأسبوع المنصرم إلى 8000، ما يفوق 8000 أسرة. هذه المدرسة الابتدائية واحدة من مدارس عدة بالمحافظة تحولت إلى مركز لإيواء أكثر من 5000 شخص ممن فقدوا منازلهم وكل ما كانوا يمتلكونه. والله بالإعصار هذا فقدنا يعني بيوت كثيرة، منازلنا راحت، نقل الإعصار هذا اللي قافي واللي خسر أغنامه، يعني أشياء كثير تضررت، والبيوت كلها زي ما تشوفوا قدامكم، ترى قدامكم يعني البيوت مكسرة وأماكن كثيرة زي العبري، زي الأماكن كثيرة سامانهم أدواتهم يعني ومصدر رزق راحت نقلة بعد السيل، هذا أمر الله. السلطات المحلية والتي تعمل على توفير الرعاية الصحية ووجبات الغذاء اليومية لهؤلاء النازحين تواجه تحديات صعبة، فإمكاناتها المالية المحدودة قد لا تساعدها على توفير منازل آمنة بديلة لهؤلاء، كما أن البقاء في المدارس خيار يهدد بإطالة أمد تعطل استئناف سير العملية التعليمية المتوقفة منذ أكثر من أسبوع في تلك المدارس. صحيح أن الحكومة قد وعدت بإنشاء نحو 100 وحدة سكنية لمتضرر الإعصار لوبان، لكن هذا الوعد حتى وإن أنجز قريبا فلن يكون كافيا لإيواء وتعويض كافة من فقدوا منازلهم خلال هذه الكارثة في هذه المحافظة المنكوبة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، محافظة المهرة.